شو لسه بدك انت استاذ؟ كريم قال لك كل شي عنده وخلصنا. انا هون بتركيا. لا لا، بعد عن كريم اذا بتريد، لانه مصر ما يشوفك. اتركه على راحته بعد اذنك، بعدين هو مو هون، طالع برحله ورح يتاخر. بعرف انه كريم بالسجن مدام، اليوم رحت زرته وقابلته. رح لزق قطعة، صحيح ما رح ترجع مثل الأول 100%، بس يعني شي منه ولا كله. مين دق لها لمريم خانو؟ ما بعرف، فاتت على غرفتها. صحيح مين رح يدق لها بهذا الوقت؟ معقول يكونوا عائلة رجدان بيك مشان يهددوها؟ أستاذ فخري ما بيصير اللي عملته. كريم رافض شوفتك وأنت بتعرف، يا ريت ما تحرج حالك. كريم بريء من التهمة ما هيك؟ ايه طبعا كريم بريء، بريء ايه؟ اصلا المفروض ما تسأل هيك سؤال، بس طبيعي تحكي هيك، ما بلومك لأنك من الأساس ما بتعرفه وما بتعرف أخلاقه. مين؟ صار لك سنين بعيد عنه تارك وزاتي تحمله على غيرك. أبولي كريم شو جاي بدك منه هلا؟ بدك تستغل الفرصة لأنه بالسجن وتوقف معه مشان تبين بطل وتكبر بعيونه ويحين عليك ويغفر لك اللي ساويته؟ ما قصر لما رفض، لأنه أصلا ما في شي بذاكرته تخلي حاكيك. مدام خلينا نقعد ونتفاهم. لا يا بيك، بعدين بشو بدنا نحكي أنا وياك؟ ما في شي بيناتنا أصلا ينحكى. أعطيني فرصة لفهمك لو سمحتي. اسمعني فخري بيك، أنا مو من حقي قرر عن كريم لحتى تطلب مني هيك طلب. مستحيل، أنا ما بقدر حد كريم بهيك موقف. بس من قبل أعطيتي نفسك حق وقررتي بداله. بس أنت ووالدتك حتى أعطيتوا حالكم حق وشوهتوا صورتي بعيون ابني. كان عنا سبب لهالشي استاذ. كريم كرهني لانكم ما قلتوا له الحقيقه. استاذ انا اسفه بس مضطر اسكر لانه مالي خلق على الاخذ والعطا بهذا الموضوع. بترجاكي لا، انا بكره راجع على اسطنبول، خلينا نلتقي ونحكي. لا انت مجبوره تسمعيني، نحن مرحبا. ما تغيرتي بنوب؟ لا متغيرة كتير، وانت كمان متغير كتير. سنة الكون ما في شي بالحياة بيتم مثل ما هو. صحيح. أهلا وسهلا، شو بتحبوا تاخدوا؟ كاسة ليمون مثل خالو. تكرم بدك شي غيره؟ لا شكرا كتير. تفضل.
على قد ما في عندي حكي احكي واسئله اسالها، ما عم اعرف من وين بدي بلش. هي سنين طويله وطبيعي كتير تكون محتار ومشوش. حاولي تركز. تعرفي شو اكتر شي عذبني بالحياة وطلع روحي؟ ما رح انساها لحتى موت. انا حبيتها من كل قلبي وهي ما طاقتني. حاربت بايدي ورجلي لتصير مرتي وصارت. عاشت معي بجسمها بس قلبها وعقلها ضلوا معه سنين طويلة وأنا عم حاول. بالعكس كرهتني أكثر من كل قلبها. كانت تحاول إنها تخبي ما تبين، بس قد ما حاولت ما كانت تقدر. لما بتذكرها بندم. لما خطيت هالخطوة كان قصدي عاقبها واضغط عليها منشان تحس حالها وحيدة وتنجبر. أنا قصدت أترك كريم معها، بس لما انتحرت كرهت الدنيا. وانت بتعرفي قديش عانيت وتعبت وسألت عليها بعد اللي صار. ندمان كتير. ذنبي ما بينغفر بعرف، لأنه مرتي ما تخليت عني، بس أنا تخليت عن ابني، ابني الوحيد كمان. هيك ذنب ما ممكن ينغفر، ما بظن. بس انت كمان كنتي سبب من الاسباب اللي كبرت الفجوه بيني وبين ابني. لانك رحت وتركت ابن وحيد وحزين، تركت لي انا الجروح والالام اللي ما لها دواء. شو هي؟ اذا انت عم تدور على حدا تحط برقبته سبب خلافكم، ايه هي سبب من الاسباب. ولد امه ماتت وابوه غاي. بيوم اللي دفننا فيه امه والناس راحت انا اخذته بحضني. انت وين كنت؟ وين كنت لما كان عم يبكي ويقضي كل وقته على الشباك وعم يستناك؟ انا كنت عم واسيه كل هالوقت وصبره واخترع له قصص وحكايا شي كان وشي ما كان لحتى نسيه. لما كنا نقضي انا وياه ايام وليالي ما بنحسد عليها وما نلاقي حدا يواسينا، فيك تقلي بوقتها انت وين كنت او شو عملتنا يا ابو؟ بعد كل هالشي جاي تلومني الي وتقلي انت؟ ما هالشي كان لازم يعرف قصة امه، كان لازم تخبري فيها. شو عم تحكي انت يا استاذ؟ كنت بدك ياني دمره مره واحده للولد؟ ابوه هج وتركه هو وامه، وهي انتحرت وما صفي له حدا، يعني ما صفي له شي حلو لاجي انا مرر الذكرى الحلوه الوحيده اللي بقياني بعيونه. ما صفي له شي اجي اقول له امك انتحرت لانها كانت عشقانه وما حسنت تحب ابوك وتنسى حبيبها. كان لازم خليله على القليل ذكرى حلوه يعيش عليها، وهي الذكرى هي صوره امه.